من منتخب مصر، وهنرجع تاني للمنتخب ونسأل برضو كابتن كبير معانا على الهاتف عن منتخب مصر قبل ما نسأله عن حال الإسماعيلي. كابتن كبير، كابتن أشرف خضوع عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي. كابتن أشرف صباح الخير، على حضرتك مشرف ومنور. حبيبي يا كابتن كريم، صباح الفل عليك وربنا يخليك، وإن شاء الله كده يعني دايما موفق وبرنامج محترم. أشكرك يعني. أشكرك يا كابتن أشرف. طيب عايز أسألك بداية عن منتخب مصر، انا بسال النجم الكبير كابتن اشرف خضر قبل ما اروح للتايتل او الوظيفه حاليا عضو اللجنه الفنيه للاسماعيلي، بس عايز اسالك على قائمه منتخب مصر واختيارات كارلوس كروش، رايك فيها ايه؟ انا قلت كذا مره كابتن كريم، بصراحه انا بثق في اختيارات مستر كروش. هو دايما بيحلل ودايما يعني عنده اسباب لاختياراته، لكن اكيد انا كنت اتمنى يكون في يعني لعيبه من نادي الاسماعيلي، لعيبه متميزه. نادي الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه، لكن عنده لعيبه تستاهل تبقى متواجده. زي مين يا كابتن اشرف يستاهل من الاسماعيلي يبقى في المنتخب دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي ياخدوا في ناس تاخد فرصه، يعني باهر محمدي، شكري نجيب، عماد حمدي، اعتقد يعني اقرب ثلاثه يعني ممكن ياخدوا فرص يعني. طيب عايز اسالك على الاسماعيلي، كان قريب جدا انه يعمل نتيجه معقوله قدام الزمالك، والمباراه في اخرها الامور اتغيرت والزمالك قدر يفوز بالمباراه. كان الاسماعيلي محتاج الفوز ده او محتاج تعادل على نتيجه ايجابيه قدام نادي الزمالك عشان يخرج من ازمه بدون لازمه، شايف ان الامور الفتره اللي جايه هتبقى عامله ازاي؟ بص يا كابتن كريم، قبل ما نروح للفتره اللي جايه، احنا بنتكلم السبب المشكله اللي الاسماعيلي واقع فيها. الاسماعيلي بدا مع كابتن طلعت يوسف، الكابتن طلعت طبعا ربنا يشفيه مر بظروف وبعد عن الفرقه في اصعب المباريات، اعتقد مباراه النادي الاهلي كانت البدايه صعبه جدا. بعد كده لعبنا مع سيراميكا في القاهره، بعد كده البنك الاهلي في القاهره، بتتكلم في ثلاث مباريات ورا بعض خارج ملعبك. ولما تيجي تلعب الرابع في اسماعيليه كابتن كريم، بتلعب مع نادي الزمالك بطل الدوري، لعيب عنده فريق محترم ببدائل كبيره. الماتش كان عصبي بسبب ان لعبتنا كانت قلقانه شويه طبعا، بسبب اللي حضرتك بتقوله. طبعا مضغوطه، بتتكلم في ثلاث ماتشات ما فيش ولا بونت، كان طبيعي. لكن انا شايف انا كمان اعتقد ان كل جماهير اسماعيليه بتثنى على يعني جهود اللعيبه فعلا واللي عملوه اللعيبه، قدموا شوط اول محترم جدا وكان ممكن كنا قريبين جدا جدا بالتهديف. الشوط الثاني اعتقد ان نادي الزمالك فرق بلاعبته، البدائل بتاعته، عنده بدائل محترمه، فرقه كبيره. واعتقد برضو النتيجه مش معبره يا كابتن كريم خالص عن سير اللقاء، مش معبره اطلاقا. لا خالص طبعا، اكيد يعني، والحمد لله رب العالمين. دايما يعني انتوا محللين وبتدوا كل ذي حق النتيجه حق النتيجه يعني. النتيجه المعبره من وجهه نظرك كانت المفروض تبقى ايه؟ لا هو الماتش كان ممكن يطلع درون يعني، لكن لو الاسماعيلي موفق كان لا الاسماعيلي كان يقدر يخطف كوره من الفرص اللي جات له. بتتكلم في اربع فرص مؤكده نادي الزمالك ما خدتوش حاجه، اربع فرص مؤكده يا كابتن كريم. لو الاسماعيلي اعتقد انه بادر بالتهديف الامور كانت هتختلف كثيرا يعني. صحيح كابتن الكبير كابتن اشرف خضر عضو اللجنه الفنيه بالنادي الاسماعيلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني.